رأي المثقف والخبير والأكاديمي والحكيم لدى رجال السلطات. نحترم العلماء ويحترم رأيهم، ما تبقاش المسألة أهل الثقة، تبقى أهل الخبرة، لأن حقوق هذه البلاد إن أهل الخبرة على الأقل يستمع لرأيهم. وعادة أهل الخبرة والعلماء عمرهم ما بيفكروا في الحكم، عمرهم ما بيفكروا في الحكم أبدا، لأن أنا في رأيي إن الموهبة بلا حدود، لدرجة بقول لما ربنا بيقول إن يرزق من يشاء بغير حساب، أنا بقول ده لازم الآية دي داخل فيها الفنان، لأن الموهبة أموال الأرض لا تساويها. فأنا عايز أقول إن العالم بطبعه مش بيحب الحكم. ليه؟ لأن الحكم مشغلة والحكم هموم، ها؟ مش سهلة. نعم. لكن العالم مش عايز حاجة تاخده من فنه، فنه بيسعده. نعم. فنه دنا مش دنيا واحدة. جميل. أنا هحكي لك مثال بسيط من تاريخنا المصري. تفضلي. الملك حور محب من الدولة الحديثة عمل إمبراطورية واسعة جدا، ورجع لمصر ظافر منتصر، وبعدين الفنان حب يخلد هذا الظفر، فابتدى يشكل له تمثالا. هو فهم إن هيعمل التمثال تاج وهيل وهيلمان، قال له أريد تمثالي على هيئة الكاتب المصري، وشوف بنوا أهرامات وبنوا معابد وبنوا مسلات، لكن يقول لك الكتاب خير من معبد. إيه رأيك إن أنا عن نفسي أنا أعتز بإخناتون أكثر من أي ملك آخر، لأنه هو سمى نفسه العائش على الصدق وتخلى عن ألقابه وعاش للحقيقة لغاية ما نفذ إلى التوحيد، فأنا بعتز به جدا أكثر من أي ملك. ولكن هنالك من يقول بأن الحضارة الفرعونية في مجملها رغم ما قدمته من إبداعات لا تزال حتى اليوم عسيرة الاكتشاف، إلا أنها توجهت لحضارة لا تخدم الحياة البشرية بقدر ما تخدم يعني حضارة الموت. لا، دي مقولة أنا برفضها بشدة. دي أولا هم لم يعترفوا بالموت، ليه حلموا بالخلود وليه نفذوا إن في بعث وفي عودة روح؟ لأنهم نوع من الاستعلاء على الموت، ما بيحبوش الموت. اسألني أنا بتكلم عن دراسة، تعرف لما كانوا يقولوا مثلا واحد مات يقولوا انتقل إلى الغرب لأن الدفن في الغرب، ما يقولوش مات، أو يقولوا صعدت روحه على جناح شعاع زي احنا ما بنقول انتقل الى الرفيق الاعلى. وبعدين يقولوا ان النجوم في السماء باللألاء وبالضياء دي ارواح الاحبة تطل علينا من علن. شوف قد ايه خيال هفاف شفاف. مش عايزين يقولوا كلمة موت، يلفوا حوالين المعنى ويصفوه بحاجة بعيدة جدا. عايز اجيب لك بقى دليل ملموس كده مشهود. لما في معبد اسمه ميرا ركا في سقارة، 33 قاعة مليانة بالنقوش الجميلة والألوان الزاهية والطيور والعطور والزهور والملابس الجميلة وكل متع الحياة، يبقى دول ناس احنا في قبورنا الحالية فيها أي حاجة تدي البريق أو الجمال أو